بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مستر محمد عبد يا جماعة. نحل يونت 7 من كتاب جيم. Plus the car stopped but offered because there was a leak تسريب يعني in the petrol tank في تانك البنزين طبعا بايب مصورة طبعا تيوب مصورة هول صالة طبعا يعني. Our air conditioning has broken down. الكتاب بتاعنا تعطل يعني. But someone is going to repair it. هيجي يصلحه ايه بكرة repair. But reform يصلح. بس بقولك اصلاح التعليم يعني. لكن reclaim يصلح. Reuse يعيد استخدام تبع repair يعني يصلح حاجة يعني fix يعني. Like the doctor examined me فحصني بعناية يعني be carefully before he gave me the medicine قبل ما يديني الدواء. Investigate يحقق require طلب proof يثبت او يبرر. The computer password password بتاع الكمبيوتر كلمة سر يعني should always be secret تبقى سر يعني you should never tell anyone مينفعش تقول لأي حد. The known معروف famous مشهور people are مشهور يعني معروف. The astronauts رواد الفضاء went on a 2-hour space walk ساعتين يعني ماشي للفضاء يعني to replace a broken part عشان يبدلوا جزء ايه مكسور يعني space walk. The space flight رحلة طيران طبعا في الفضاء طبعا space craft فضاء سبيس ران طبعا جاري طبعا هو اكسبريشن تبع سبيس بوك يعني. سام درايفرز السائقين يعني هاب اسات ناف سيستم طبعا نظام الايه ملاحة عن طريق الاي ستلايت امر السماء يعني انزير كار في العربية بتاعتهم تو هيلب زيم فايند ذا بيست روت انهم يجدوا افضل طريق لازم على روت مش قلت شرود. طبعا بروسيس طبعا عملية طبعا سيت جهاز ابرشيس بانا برضه جهاز. Like the rocket is going to reach the moon. Like القمر هيوصل sorry الصاروخ هيوصل للقمر يعني on Tuesday. Everyone watched its launch انطلاقه يعني on TV. Raising يصعد أو يرتفع lifting يرفع flight طبعا يعني. Space missions المهمات الفضائية يعني can take several years تاخد عدة سنوات طبعا. Motion حركة emission انبعاثات works طبعا ماشي يعني. طبعا the moon has less gravity دي جاذبية أقل يعني than the earth so you could jump تنط يعني much higher tier تنط أعلى هناك. طبعا power قوة طبعا energy طاقة strength قوة. Today is the 15th anniversary لعيد السنة والخمسين يعني of when my grandparents were married لما جدي وجدتي اتجوزوا يعني. طبعا memorials تذكار طبعا memory ذاكرة طبعا remind يذكر. كان توريزم السياحة طبعا is very important for Egypt مهمة جدا لمصر so we should always welcome visitors لازم نرحب طبعا بالسياح. طبعا agriculture زراعة طبعا science العلم exploration استكشافات. طبعا the distance المسافة يعني between Cairo and London is 3500 كم 3500 كيلو ايه متر يعني. طبعا length طول space فضاء طبعا width عرض. But when you are with this moon عدم في الوزن يعني in space في الفضاء it must be difficult كده تبقى صعبة يعني to stand still متوقف ثابت يعني. طبعا weighty لو وصل في الوزن يعني weight وزن طبعا weightlessness انعدام الوزن دي الصفة يعني سورة دي الاسم. بلاك سام باسكت بول بلايرز بعض يعني لعيبة كرة السلة يعني كان spin يلف يعني the ball on one finger يلف الكرة على ايد يعني اصبع ايه واحد يعني أربط طبعا يلف بس يدور حول شيء يعني إبلال في تطور ريترن يعني. طار طبعا is frightened of anything بخافش من حاجة يعني he is fearless لا يهاب شيء يعني fearless. طبعا هوملس مشرد طبعا painless بلا ألم useless عدم الفائدة. Like this phone doesn't work التليفون ده مش شغال it completely useless يعني عدم الفائدة يعني. طبعا useful مفيد painful مؤلم painless غير مؤلم يعني. أحمد worked really hard بيعمل بجد يعني for exam الامتحان. We are hopeful عندنا أمل يعني that he has done very well يكون عمل شغل عمل حل كويس الامتحان طبعا. Painful مؤلم طبعا powerful قوي fearful مخيف. I told my little brother not to worry ما يلاش يعني because when the dentist looked at your teeth لما الدكتور بس على أسنانه يعني it's طبعا painless يعني ايه ما فيهاش أي ألم يعني. هوبلس طبعا فقد الامل طبعا باورلس بلا قوه تستريس بلا طعم طبعا يعني. My grandfather was ill عيان but the doctor gave him some powerful medicine دواء قوي يعني and now he feels fine شعر ان هو كويس يعني.
طبعا هوبفول ما عنده امل، بينفول مؤلم، تستفول ذو مذاق يعني. اتس فيري ساد، حاجة محزنة يعني. ذات زير ار ميني هومليس بيبل، ناس مشردة يعني كتير، ليفينج ان ذا سيتي، عايشين في المدينة يعني. طبعا يوزلس عدم الفائدة، بينليس اللي هو بلا ألم قلنا، فيرلس بلا خوف. I don't like the sandwich، عشان كده الساندوتش دوت it's completely tasteless، ملوش مذاق ملوش طعم يعني. طب باورلس بلا قوة، هومليس مشرد، بينليس قلنا معنى بلا ألم يعني. My tooth hurts، يعني سنيني وجعاني. It's really painful، مؤلمة جدا يعني. hopeful مفعم بالأمل، powerful قوي، tasteful ذو مذاق يعني. The car can go very fast، مش بسرعة جدا. It's extremely powerful، قوية جدا. استنى بقى الكلمات قلنا كذا كذا مرة، مش هكررها تاني بقى. مستر كامل is in New York as a representative، ممثل أو مندوب يعني، for our company، لشركتنا، in the conference. طبعا أكتر ممثل، سيلر، بياع، كاستمر، زبون. It was believed that Titanic was one of the first giant ships، واحدة من أكبر أو أضخم السفن، made in Britain، في بريطانيا. ده سمول طبعا، صغير، ترانسبورت، مواصلات، سبيس، فضاء. It was really طبعا horrible، حاجة فظيعة. Coming home، انك ترجع البيت، and finding all our things had been stolen، تلاقي كل حاجة اتسرقت. طبعا terrific رائع، amusing مسلي، pleasant صار. طبعا مايكروسوفت is a world famous computer organization، طبعا مؤسسة عالمية في الكمبيوتر يعني. which makes a lot of profit، تعمل أرباح كبيرة جدا طبعا يعني. طبعا customer الزبون، طبعا ماركت سوق، client عميل. A person who travels and works in space، في الفضاء، is called طبعا astronauts، رائد فضاء طبعا يعني. astronomer عن الفلك، astrologer اللي هو المنجم او العراف، airman طبعا رجل فضاء يعني. سوري اللي هو الطيار يعني، سا pilot. بقولك the area outside the earth، atmosphere، المنطقة اللي خارج الغلاف الجوي، is called طبعا space، الفضاء. طبعا freedom، حرية طبعا، height، ارتفاع، distance، مسافة. I want to know the truth، مش عارف الحقيقة. For sure، لازم اكسبريشن، for sure، متأكد يعني. Until I call my friends، لحد ما اتصل بصحابي. Expression، for sure. We think there may be a leak، تسريب يعني. In the temperature control system، في نظام ايه، التحكم في درجة الايه، الحرارة يعني. طبعا هيت، يسخن طبعا، رين، مطر، فاير، حريق. The astronauts، بقول لك have to repair طبعا equipment، المعدة يعني، on the international space station، محطة الفضاء الايه الدولية يعني. students features and gadget، آلة طبعا، is an instrument، معدة طبعا، device، جهاز طبعا. students feature depends on، يعتمد على يعني. how well، إلى أي مدى بشكل جيد يعني. they do in this exam، إن حلو كويس في الامتحان طبعا. based طبعا، قاعدة طبعا، give يعطي، build يعني. The agency will launch a space rocket، هتفصل مجهود الفضاء، next month، الشهر اللي جاي. عندهم فريق، بوت، مركب طبعا، راكت، مضرب الراكت يعني، مضرب التنس يعني. بلك trying to achieve a very difficult aim، نتحول تحقق هدف صعب يعني. is really reaching for the star، وصول النجوم. reaching for expression يا جماعة، reaching for the star expression. The space station، رحلة الفضاء، will be orbiting the earth، تلف حوالين الايه، الارض، at a height of، على ارتفاع يعني 320 كيلومتر، 320 كيلومتر طبعا، ويت، وزن، لينس، طول، ويدث، عرض. The young man's salary، مرتب الراجل الشاب دوت، is so poor، ضعيف جدا، هنا مش بعيد يعني. that he is economically dependent on، معتمد اقتصاديا يعني، على ايه، his family، على ايه، على عيلته. تسمع dependent on، بقول لك one of the disadvantages، واحدة من ضمن العيوب of my new job، وظيفتي الجديدة، is that، لازم مع expression ده one، عشان بالنسبة في الباراجراف، one of the disadvantages، واحدة من ضمن العيوب، لازم مع of my job is، ما قالش or، مش قولي advantages، لا هي is هنا عايدة على one، مش عايدة على disadvantages، خلوهم expression ده. واحدة من ضمن العيوب بتاع الوظيفة الجديدة بتاعتي، that I have to travel a lot، أسافر كتير، away from my family، بعيد عن إيه، عن عيلتي. طبعا minutes مزايا، advantages بنفس المعنى مزايا، fault طبعا خطأ يعني. Mr. عمر is the only expert، هو الخبير الوحيد يعني، already communications in our company، في خبير في وسائل الاتصالات بالإيه، radio communication، اللاسلكية يعني، اتصالات اللاسلكية، هنا راديو، هنا مش معناها راديو يعني، هنا لاسلكية يعني. in our company، في الشركة.
أقول لك industry leaders predict بتنبأ يعني that another 8000 jobs حوالي 8000 وظيفة يعني could be available هتبقى متاحة يعني by the end of the year قبل نهاية العام. طبعا دوك تكلمت اللي تحدث speak تكلم طبعا. The patients of the virus المرضى بتاع الفيروس دوت are responding will be استجابوا كويس to treatment للعلاج طبعا healing يشفى طبعا behavior سلوك health الصحة. The police asked here about the reason for سبب يعني here visit زارت طبعا matter شأن question سؤال كيس قضية. We will have to replace نستبدل يعني the furniture العفش that was damaged in the flood العفش اللي اتنمر في الايه في الفيضان يعني طبعا بيشتري بليس مكان طبعا سيليو بحري يعني. Now it's easy for astronauts رواد الفضاء to do TASM exhibition do space walk يقوم بايه بمشي على الفضاء يعني. I had a 2 months قلناها بك ده مع الفكرة دي a 2 بيجي معها موفرة هنا دي بقى عشان بعدها صفة دي كلها صفة لكلمة training course هنا لما يكون صفة يا جماعة فاش يا جماعة بقول لك I had a 2 في داش كده في النص او شرطة يعني a 2 months ما فيش اس يا جماعة a 2 months training course يعني كورس لمدة شهرين يعني in America. Overpopulation زيادة السكان is a serious problem مشكلة خطيرة يعني that we face ايه nowadays بنواجهها هذه الأيام طبعا تريفيال تافه ايزي سهل سيف امن. On this mission في هذه المهمة the shuttle من كوكب الفضاء will orbit هيلف يعني the earth حول الكرة الأرضية at height of على ارتفاع يعني of several hundred miles مئات الايه الاميال انه orbit يلف حول شيء spin يلف حول نفسه turn يدور go يذهب. Poor people الناس الفقراء يعني suffer from يعاني من the high cost التكلفة العالية يعني of living تكلفة الحياة الايه تكلفة المعيشة العالية يعني start طبعا مستوى raising مرتفع price سعر. A new space station محطة فضاء جديدة يعني was built and planned by American scientists علماء الفضاء الأمريكيين يعني أو scientists علماء يعني طبعا مون أمر exploration استكشاف building مبنى. The glass of submarines يعني الأزاز بتاع الغواصة يعني is made of a special material مادة خاصة يعني to resist تقوم يعني the high pressure الضغط العالي جدا under water تحت الماية طبعا general عام طبعا private خاص common شيء يعني. We need modern بقول لك we need modern technology to help solve environmental problems مش هجيب اي like طبعا global warming الاحتباس الايه الحراري طبعا national القومي طبعا local محلي international دولي يعني. Some people think that space exploration استكشاف الفضاء is a waste of money مضيعة للايه الوقت طبعا investigation تحقيق invention اختراع business عمل طبعا يعني. The medicine I'm taking is wonderful. الدواء اللي انا خدته رائع جدا. It has no side effects. ملوش اي اثار جانبية بي اي. And effect عيوب monumental اثار problem مشاكل. Some people have benefited more بينتفعوا يعني from modern technology من التكنولوجيا الحديثة than others من الاخرين. طبعا يفوز طبعا موف يتحرك ويستضايا. Modern technology has improved حسنت يعني everyone's lives. حياة كل اللي الناس يعني. بروف يثبت او برهن ابروف يوافق او يقبل طبعا ريموف يزيل وي هاد تو مضطرين يعني تو طبعا اتاتش زر بنص الحبنات تو برانش اوف ذا تري لفرع الايه الشجره طبعا كاتش يمسك طبعا كونتاكت يوصل كومبلاي يلتزم يعني لك اف ذا ويزر از فولت اف ذا هيتر از فولت اذا السخان يعني في عطل يعني it may be leaking هيسرب يعني dangerous gas هيسرب طبعا ايه غاز ايه خطير يعني طبعا لاك طبعا cost reduce يقلل decrease يقلل برضه. The kids have reached the age وصلوا السن يعني when they can care for themselves يقدروا يتعلموا بايه بانفسهم قرب يصل got يحصل على طبعا development تطور. Scientists believe that technology will never stand still عمرها ما تفضل ثابتة يعني هتفضل يعني في تغير يعني بس طب يقف طبعا في سيت يجلس راف يصل. This broadcast comes live يعني الوصي ده جاي حي يعني فيها ساتلايتس عن طريق أخبار صناعية يعني فيها عن طريق يعني from Russia من روسيا بس التلفزيون جاي مباشر يعني. Expertise طبعا موبايل ميل بريد سبيس فضاء يعني
اكسبرتس طبعا بريدكت بتنبأ يعني ذات زي اكاديميك سيتويشن موقف الاقتصادي يعني ان ايجيبت ويل امبروف هتحسن. بروتكت طبعا يحمي بريفنت يمنع بروديوس ينتج. شي واز فايرد اتفصلت يعني وطلت من العمل يعني فور نوت برفورمينج هير ديوتيز ان كنت ما كانتش بتأدي وظائفها يعني او واجباتها يعني از مانجر سكرتيري ويل كان سكرتيري المدير يعني كويس جدا بشكل جيد يعني. مودرن تكنولوجيز التكنولوجيا الحديثة طبعا such as mobile phone make communication عملية اتصال طبعا ازيال اسهل طبعا بروسيس طبعا عملية اوبن الرأي بروسيدير طريقة يعني. اتحاد الثانوية العامة اساس الثانوية العامة جولاي 29 was the 41st anniversary يعني عيد السنة 41 يعني of man's first landing on the moon نموت الانسان على سطح الايه القمر. It's hard to walk in space صعب الواحد يمشي في الفضاء because there is no طبعا جرافيتي جاذبية طبعا. People in space في الفضاء are almost weightless عندهم انعدام في الايه في الوزن يعني. It must be very difficult صعب طبعا to stand still to ثابت يعني a weight zero. The prime minister رئيس الوزراء يعني is going on on an urgent mission مهمة عاجلة يعني to Japan تمر في اليابان بكرة. My dishonest secretary يعني السكرتير غير شريف يعني leaked the balance sheet to the press يعني سرب يعني رصيد الايه الرصيد بتاعي في الايه للصحافة balance رصيد الفلوس يعني. Have they discovered the cause of سبب يعني cause of the fire سبب الحريق طبعا reason for طبعا purpose of غرض طبعا interpretation ترجمة يعني. Millions الملايين watching the launch يعني بداية وانت راك يعني of the rocket الفضاء carrying Nilesat 100 the O3 الجرامر جماعة من أسهل دروس منها كلها جماعة من السبعة وثمانية وتسعة. فكرة بسيطة خالص قبل ما أبدأ الشرح يعني قبل ما أبدأ الحل فكرة بسيطة خالص يا جماعة إزاي أعرف إن الجملة باسف؟ سهلة خالص يا جماعة في الغالب مش لازم طبعا بيكون أولها فعل رعاق وساعات بيكون فيها باي بس الكلام ده مبقاش موجود عندكم في ثالثه ثانوي صراحه يعني. خلينا نتكلم بشكل اكثر عمليه. دايما يا جماعه هتلاقي فيرب تو بي تصريف ثالث. يعني ايه فيرب تو بي تصريف ثالث بقى؟ وما عندك خمس اشكال لفيرب تو بي هما بقى ام از ار ده لو مضارع ووز او وير ده لو ماضي بسيط بينج في حاله استمرار سواء مضارع او ماضي بمعنى يجيب لها ام واز وار بينج او ووز او وير بينج المهم يكون فيها بينج تصريف ثالث أو been وتصريف تالت سواء مضارع أو ماضي يعني have أو has أو had been تصريف أو مستقبل be وتصريف تالت سواء مستقبل أفعال ناقصة مثلا will be أو am is or going to be أو to عم مثلا نجي معها be وتصريف تالت. من الآخر هما خمس أشكال أقولهم تاني am is are was were ده الشكل التاني been being be خمس أشكال اللي فيربو to be وتصريف تالت. هتلاقي كل اللي بختاره يا جماعة بهذا الشكل. الدرس ده يا جماعه مترتب على درس تاني لازم يكون عارف الازمنه المضارع التام امتى بستخدمه والماضي التام امتى بستخدمه والمستقبل مضارع بسيط ماضي بسيط مضارع مستمر ماضي مستمر اتسترا الى اخره. لازم يكون عندك كونسبت ازاي اكون عارف ازمنه عشان اعرف اختار على اساسها لو جاب لي اثنين باسيف شكلين الباسيف يعني مثال مثلا زي استرونوتس طبعا رواد الفضاء ار جيفن اوت اوف تريننج بيتم اعطائهم تمارين كتير لازم اعرف مين بيديهم هنا مش موجود هنا في الجمله هنا بيتم اعطائهم تمارين كتير يعني اباوت هاو تو اكزامين زي فحص يعني اند فيكس اكويبمنت لما يصلحوا المعدات يعني. طبعا تومورو افترنون غدا بعد الظهر يعني زي استرونوتس طبعا از بينج تيكن رواد الفضاء از بينج تيكن الوحيده اللي تنفع يا جماعه هنا فيرب تو بي تصريف تاني مفيش غيرها اصلا with to other astronauts رواد فضاء تانيين يعني to a secret location موقع سر يعني. The astronaut thinks that the leak التسريب مفيش غيرها اصلا يا جماعه will be repaired واحده يا جماعه will verb to be تصريف تاني بس في واحده تانيه هنا is repaired ما ينفعش is repaired هنا عشان هنا بتوقع قلنا think يا جماعه will be think يا جماعه will future يعني will be repaired يبقى عشان كده لازم تكون عارف عندك بقى ايه موضوع الازمنه هنا بقى is repaired will be repaired هنا في اتنين بيختارنا will be repaired مش is عشان I think يجي معها في المستقبل هنا will. طبعا there are two or three little things شيئين او تلاتة يعني that need to be looked at محتاج تبص عليهم يعني لان معها الوحيدة اللي passive هنا need to be مفيش غيرها اصلا need to be تصريف تالت لازم معها الاقي verb to be تصريف تالت. let's hurry خلينا بنصر يعني the plane
is going to take off. ترى ايه هتقلع. لازم مع دي الفعل ده مجيش passive اصلا، مجيش passive، هو الطيارة تقلع. is going to take off، هتقول لي will be taken ولا be taken، مينفعش. طبعا زي are told، تم اخبارهم يعني exactly what to do، يعملوا ايه يعني in this situation. لازم مع الوحيد اللي passive هنا برضك verb to be تصريف تالت. رقم سبعة is the exercise، is the exercise الوحيدة برضك verb to be تصريف تالت being done، ما هو هنا verb to be تصريف تالت عشان في نهاية وهنا مضارع مستمر، الوحيدة اللي تنفع verb to be تصريف تالت عشان مضارع مستمر هنا being تصريف تالت being done. The astronauts في الفضاء at the International Space Station في محطة الفضاء الدولية will be interviewed، تحسب باي هنا مباشرة دي باي a lot of journalists، رواد صحفيين كتير يعني after the mission بعد مهمة. الوحيدة برضه يا جماعة ان هنا verb to be تصريف تالت will be interviewed، الوحيدة اللي تنفع اصلا. The windows today طبعا are going to be washed، هيتغسلوا برضك الوحيدة يا جماعة verb to be تصريف تالت مفيش غيرها اصلا. رقم عشر the amount of energy كمية الطاقة يعني we use every year كل عام must be reduced، الوحيدة اللي تنفع مفيش غيرها برضه verb to be تصريف تالت must be reduced. لو ركزت يا جماعة هتلاقي الدرس ده من أسهل دروس المنهج كله، من السبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحداشر واتناشر، فرق يعني من الدروس السهلة جدا في المنهج بالنسبة لي تشوز طريقتهم في الثانوية العامة بيبقى سهلة صراحة يعني. All the students مفيش غيرها أصلا are given تم إعطاهم يعني a lot of training before they sail boats قبل ما يحرب المركب، الوحيدة اللي تنفع verb to be تصريف تالت مفيش غيرها أصلا. 12 the children are being taken الوحيدة اللي تنفع برضك الوحيدة اللي verb to be تصريف تالت مفيش غيرها to the park today. A new space station محطة فضاء جديدة will probably be built الوحيد هنا في اتنين بقى is built will be probably built رقم B و C. طب ليه قلنا will be؟ طبعا عشان in the future واضحة وضوح الشمس يعني سوف تبنى احتمال تبني يعني in the future في المستقبل. رقم 14 I have seen the plans الخطط يعني two new hotels طبعا عشان بتحجم الخطط يا جماعة في عندي اختيارين هنا are going to be built will be built عشان حاجة مخططة خط مسبق طبعا يبقى am و is و are going to be built will be built طبعا لو حاجة مش متخطط لها يعني are built مضارع بسيط متنفعش طبعا next year طبعا sorry near the beach next year السنة الجاية طبعا مستقبل هي will be built يا اما are going to be built. ليه هنا are going to be built؟ عشان حاجة مخطط لها plans. Could your mass problem طبعا could يا جماعة be تصريف تالت الوحدة تنفع be solved مينفعش being عشان كود ماجيش معاه ان جي كود يا جماعة فعل مصدر. A lot of bread is being baked at the bakers a today الوحيدة اللي تنفع مفيش غيرها اصلا verb to be تصريف تالت. The hotel rooms طبعا next ايه months بردك مفيش غير will be decorated الوحيدة اللي تنفع ليه عشان next month مينفعش are ده مضارع need to هنا جاي need to be لو كانت تنفع بس مش موجودة هنا need to be decorated بس مش هتنفع برضك عشان هنا كانت في next هي الوحيدة اللي تنفع هنا verb to be stiffed مفيش غيرها أصلا will be decorated. Meat should be cooked برضك الوحيدة اللي تنفع verb to be تصريف تالت يجب أن نطبخ يعني before it's eaten قبل ما يتاكل يعني. I think أعتقد يعني fewer letters جابت أقل يعني will be written طبعا يا جماعة في عندك will be written و are written طبعا عشان بتوقع أنا think طبعا المستقبل هنا will be written مينفعش غيرها برضك verb to be تصريف تالت في المستقبل. The TV program about space and الفضاء is being shown at the moment في هذه اللحظة لازم معايا at the moment في هذه اللحظة is being shown مينفعش will be shown عشان دي في المستقبل و is shown دي في المضارع البسيط لكن is being shown عشان في الوقت الحاضر مضارع مستمر الوحيدة اللي تنفع فيهم verb to be تصريف تالت. More electric cars طبعا than last year طبعا are being sold اتباعت أكتر من السنة اللي فاتت سوف تبقى أكتر من السنة اللي فاتت than last year لازم الوحيدة برضه اللي تنفع are being sold الوحيدة اللي تنفع verb to be تصريف تالت. Don't put those old batteries in the bin ما تحطش يعني البطاريات القديمة دي في الزبالة يعني they should be taken يجب أن يؤخذ يعني to a special place لمكان خاص لازم الوحيدة اللي تنفع هنا should be تصريف تالت ما ينفعش where عشان هنا مضارع في الجملة الجاية ما ينفعش أقولها بقى في الماضي هنا where taken
معناها اتاخدت خلاص. رقم 23 he will be told سوف يتم إخباره يعني where to park the car فين هيرك العربية when he gets there الممثل هناك عشان مضارع بسيط قبل التالي مستقبل الوحيدة اللي تنفع مستقبل هنا طبعا will be ما ينفعش is being told غير مضارع مستمر. 24 many new ways of saving energy طرق جديدة يعني توفير الطاقة are being developed طورت يعني past and tested at the moment at the moment لازم الاقي فيرب تو بي تصريف تالت عشان at the moment هنا يبقى مضارع مستمر مثلا being تصريف تالت are being developed ما ينفعش will be عشان مستقبل و are developed مضارع بسيط. 25 when you arrive at the hotel you will be shown هيفرجوك يعني تيور هيفرجوك هيفرجوك الاوضة بتاعتك يعني we will be shown وحدها تنفع will be تصريف تالت مفيش غيرها will be تصريف تالت مفيش غيرها اصلا يعني. A lot of money is spent فلوس كتير قوي is spent واحد لا تنفع بعد verb to get safe credit are ما تنفعش و where ما تنفعش طبعا عشان هنا money اصلا uncountable يعني و had been ما تنفعش طبعا عشان هنا every year في المضارع بسيط يعني بتفكر فلوس كتير جدا على الاكل والدواء والتعليم يعني every year. طبعا I can see dust coming out of the windshield يعني الدخان او التراب طالع من الشباك يعني are the windows being cleaned هل الشبكة يعني بتتنظف being cleaned ده سمع راح تنفع verb to be تصريف تالت طب عشان am is war يجي معها being تصريف تالت هنا Egypt will be visited سوف تتم زيارتها يعني by thousand أو ستة آلاف من السياح الإنجليزي يعني زي السما ده الوحيدة اللي تنفع هنا برضه عشان حاجة هتتم في المستقبل will be visited سوف تزور يعني. I'm working at home today شغال مثل الأيام ديت يعني because my office is being painted المكتب عندي بإيه؟ بيدهن لازم الوحيدة اللي تنفع برضك عشان حاجة بتاع ولا شغال في دلوقتي النهاردة اللي بيدهن المكتب بيدهن إيه؟ دلوقتي حالا is being painted ما ينفعش will be painted لسه هيدهن ولا is painted هو مضارع بسيط ما ينفعش هو عشان حاجة بتحصل في نفس الوقت هنا في وقت التحدث نفسه يعني ولا انا شغال في البيت لان المكتب بتاعي بيدهن دلوقتي هنا present continuous يعني طبعا الوحيدة اللي تنفع هنا verb to be تصريف ايه تالت. My brother wants part هنا to be الوحيدة to be تصريف تالت to be held to help it by someone when he paints the house لما يدهن البيت. This museum is visited بيزور يعني by over 1000 people every day اكثر من 1000 شخص بيزوره كل يوم تحصل every يبقى مضارع بسيط يبقى verb to be تصريف تالت. The street lights on the motorway are being repaired بتتصلح هنا are being repaired واحدة اللي تنفع هنا verb to be تصريف تالت are being repaired. The arrangement for the party ترتيبات الحفلة يعني will be discussed هنتناقش tomorrow عشان تمر will be تصريف تالت واحدة لا تنفع will be تصريف تالت. All the questions must be answered يجب انها ايه تحل must be answered on the paper. The new supermarket chain سلسلة المطاعم بتاعة السوبرماركت يعني is going to be launched لما يطلقها next May يوم في مانجا تعزمها هنا واحدة تنفع is going to be launched تعزمها هنا جماعة verb to be تصريف تالت عشان مستقبل. In Japan, buildings مباني are constructed تشيد يعني to withstand earthquake عشان تقاوم الزلازل يعني طبعا واحدة تنفع هنا برضه يا جماعة verb to be تصريف تالت شوفوا ده يا جماعة كم مرة هي فكرة ثابتة فكرة سهلة جدا يعني. This secret هذا السر يعني shouldn't be revealed يجب انه يكشف يعني to anyone لأي حد يعني واحدة تنفع برضه verb to be تصريف تالت طبعا should يا جماعة فيها في مصدر be ما ينفعش معها being يعني. Most children are strongly influenced بتأثروا يا تمام are influenced وحدة تنفع هنا تصريف تالت by their parents ولديهم يعني. Don't worry ما تقلقش يعني will be you will be represented هم هناك يعني by a very famous lawyer هيمثلك محامي مشهور جدا يعني وحدة تنفع برضك هنا will be تصريف تالت. We always eat بناكل يعني when the food is prepared تحزن مضارع يعني واحدة اللي تنفع هنا is prepared verb to be تصريف تالت was متنفعش عشان ماضي. Our team is expected expected كلمة حرف جر تو فرقنا يعني is expected to is expected to win the next match ان هو ايه متوقع ان هو يفوز الايه بالماتش اللي جاي
لازم هنا is expected to when عشان مضارع هنا next ما ينفعش قلت have one. have one دي لو كانت ماضي بتبقى في المضارع تبقى تو في المصدر في الماضي تبقى تو هي في تصريف تالت. today almost any information اي معلومات يعني you need can be found توجد يعني تلاقيها يعني can be found لازم you need هنا ناس كتير غلط في الجملة دي كتب له to be found هي اي معلومة انت عاوزها can be found can هنا عايد على المعلومة يعني can be found on the internet ما ينفعش need to need to معناها يحتاج الى. The summer Olympics اللعبة الأولمبية يعني are held تقام يعني every 4 years كل 4 سنوات. Be careful احترس your name will be called in 2 minutes هذا هيقولوا اسمك خلال ايه دقيقتين لازم اعرف احدى تنفع هنا verb to be stated. Colored clothes ملابس ملونة يعني must be washed لازم انها تتغسل يعني separately منفصل يعني عايزينها verb to be stated. يحيى حقي is still so ثانوية عامة دي is still suit still تيجي بعد ال helping verb فعل مساعد يعني وقبل الفعل الرئيسي لازم is still تصنيف تالت الوحيدة اللي تنفع هنا مفيش غيرها أصلا. I don't like كلمة لا يا جماعة ليها شكلين في الباسيف إما يجي معاها being وتصنيف تالت زي المثال دوت I don't like being loved at محبش يضحك عليا أو ليها شكل تاني I don't like to be loved at لو كتب لك to be تصنيف تالت تنفع برضه على فكرة يبقى like هنا ليها شكلين في الباسيف like مع انرجي تصريف تالت او to be وتصريف تالت الاثنين صح يا جماعة. I wouldn't like طبعا لسه بنقولها to be given لسه ما بحبش حد يديني تعليمات to be given in the future في مستقبل computers will be made والحدة تنفع يا جماعة will be made will be تصريف تالت مفيش غيرها اصلا لازم verb قلنا يا جماعة verb to be تصريف تالت. The car needs ليها شكلين يا جماعة needs to be washed محتاج نتغسل يبقى needs يجي معها to be تصريف تالت او needs يجي معها نجي على طول الاثنين صح في الباسيف when the car needs washing او to be washed الاثنين صح يا جماعه في الباسيف ده شكلين. طبعا these vitamins are essential الفيتامينات ده مهمه جدا يعني او ضروريه for a healthy nervous system نظام الجهاز الايه العصبي يعني. طبعا بروسيس عملية فورميولا طبعا تركيبة بروسيدير طريقة ذا اكسبيرتس الخبراء يعني هو اكزامين فحص المريض يعني ذا بينتينج بليف اتس جيني بات الرسم بيعتقد انها ايه اصلية يعني مش مزورة يعني الاسبكت يفحص انالايز حالي ريفيو ريجا only few countries go within the orbit في مدار يعني في مدار الولايات المتحدة after the United States of America nowadays كله بيدور حوالين ايه مدار الولايات المتحدة الأمريكية يعني تقول مش عليه يعني سبين طبعا يلف سكر مربع سبيس فضاء طبعا يعني. The girl was too shy خرجولة جدا to start a conversation تبدأ محادثة يعني with anyone مع أي واحد يعني in the new class في الفصل الجديد طبعا جذب طبعا يتلهف debate مناظرة طبعا شات رغي يعني. طبعا they are doing what they can do what they can to improve the bad situation بيحاول يعملوا العين عشان يحسن الموقف الصعب يعني they are in هما فيه no location موقع بوست وظيفة طبعا space طبعا فضاء. don't worry ما تقلقش the mail will arrive الميل هيوصل يعني in 2 hours خلال ساعتين. طبعا rainforests الغابات الممطرة يعني grow تنمو لازم هنا in the areas في الأماكن طبعا هنا مش بس في في المناطق where it rains أو المطر كتير. طبعا I remember being taken to the national theater أنا فاكر روحت مسرح قومي يعني when I was young لازم I remember being taken being تصريف تالت واحدة اللي تنفع وردك هنا أو to be taken تنفع الاتنين ما إما جماعة energy إما جماعة to be تصريف تالت الاتنين صح. الكلمة let don't let yourself ليها expression أو ليها قاعدة let بيجي وراها ضمير منعكس زي كده بيجي معها بي تصريف تاني زي كده don't let yourself be cheated يعني متخليش نفسك تتخدع يعني. naturally people object to object to يا جماعة من ضمن الكلمات ناس كتير فيها حتى في paragraph object to يعترض على بيجي معها أصلا يا جماعة الفعل زائد ing فلما أعملها passive بقى يبقى naturally people object to being treated like animals الناس تتعامل مثل الحيوانات object to يجي معها being تصريف تالت اصلا object to يجي معها energy عشان ما هي passive هتبقى being بقى تصريف تالت.
التست the explosion في جربة was caused by a gas leak تسريب تسرب الغاز يعني in the main pipe في المصرة الرئيسية في خط المواسير الرئيسية in the city في المدينة. طبعا all the students كل التلاميذ سهلة خالص verb to be restricted قلناها كتير لما زهقنا are advised to study their lesson A regularly. بلك the ride as amusement اللي هو المرجحة في amusement park في الملاهي يعني went down so fast بسرعة جدا that my body felt طبعا weightless حسيت ان انا ايه منعدم الايه الوزن يعني I'm purple ارجواني لون بنفسجي يعني disguised متنكر fascinating مبهر يعني. طبعا people need to be encouraged محتاج انها تشجع تعزمها verb to be تصريف تالت to use public transport المواصلات العامة يعني if we want احنا كنا عاوزين يعني to use نقلل our carbon emission انبعاثات ايه ثاني اكسيد الكربون يعني 500 flats الوحيدة اللي تنفع برضك are going to be built الوحيدة يا جماعة بتمشي مع المعنى الجملة هنا عشان passive في are built بس هنا عشان المعنى هنا عشان مستقبل يعني هتبني يعني for the poor الفقراء in our city this year هذا العام حاجة لسه هتتعمل يعني the fashion house الموضة دوت الموضة دوت is now launch is now launching some new winter dresses يعني أطلق يعني الفساتين إيه الشتاء الجديد يعني طبعا لونش غدا طبعا كنت دايما يلعن أو كوتش طبعا يدير يعني I can't drive you مش هقدر أوصلك to the port because my car is being served عربيتي بتتصلح يعني at the moment في هذه اللحظة مع verb to be shifted عشان انا مضارع مستمر is being serviced I remember my uncle using طبعا a spinning wheel to make a cotton and a wool انا فاكر يعني مع عمي كان بيستخدم يعني العجلة الدور ده to make cotton and wool يعمل بقى ايه قطن اللي هو زي الغزل النسيج اللي هو اليدوي يعني cotton and wool من الصوف طبعا توستنج التاوي اوربيت يلف طبعا ترن يلف all the problems would be should be solved لازم اروح ده برده كان بس should be تصريف تاد as soon as possible كمان تحل على ايه على قدر المستطاع يعني طبعا the engineer examined فحص يعني the machine careful بحرص before he tried to repair it قبل ما يحاول ان هو يصلحها يعني dismiss طبعا يطرد طبعا arrange يرتب كان يخطط in the future في المستقبل petrol won't be used لن يستخدم تعظمها الوحيدة هنا تنفع won't be تصريف تالت as much as it is today مش زي مستخدم دلوقتي يعني the fruit is checked الفاكهة تم فحصها before storage قبل التخزين and any poor quality fruit أي فاكهة الجودة بتاعتها قليلة طبعا is rejected هتترفض تعظمها هنا verb to be تصريف تالت I trust my friend ناهل بثق فيه يعني because he never revealed عمره ما كشف طبعا a secret سر طبعا rumors اشاعات اشاعة يعني طبعا fiction طبعا خيال طبعا joke نكتة trees are being planted trees are being planted بتتزرع يعني along our streets by a volunteers متطوعين ده زمان واحدة تنفع هنا غير بتبقى تصرف تاني The astronauts returned to the Earth and Earth after being in a space في الفضاء يعني for 3 months مدة 3 ايه شهور طبعا air الهواء heaven السماء طبعا space توابل There is a problem مشكلة with my watch بالساعة it needs to be repaired وحدها تنفع needs قلنا يا جماعة to be تصريف تالت او يجي معها energy على طول it needs repairing تنفع على فكرة لو كانت موجودة يعني astronauts stay in space يعني مقوس يعني او عادل الرواد الفضائي في الفضاء في الفضاء depends on بيعتمد يعني on the purpose of the mission على ايه الغرض من الايه من المهم mission مهم message message اللي هي message طبعا message رسالة course طبعا course يعني chocolate الشوكولاتة طبعا is made الوحيدة تنفع verb to be restricted from the beans of cacao ايه تري مش شجرة الكاكاو يعني من بذور شجرة الكاكاو These toys وحدات تنفع must be taken back to the shop لازم ترجعها المحل يعني زي are broken ده مكسور لازم لازم يعني must be تصريف تالت are taken ديت مضارع ما ينفعش عشان معنى هنا يجب انها ترجع تاني المحل يعني the moon has less gravity طبعا في جاذبية اقل than the earth on the earth so you could jump much higher تقفز بشكل اعلى هناك
طبعا decision القرارات يعني shouldn't be made quickly، يعني يجب اتخاذ القرار بسرعة يعني بعد ذا government في الحكومة especially خصوصا يعني in difficult situation في المواقف الايه الصعبة. وهنا تنفع يا جماعة shouldn't be تصريف تاني. Our neighbors grandma invited us to a party الحفلة to celebrate the anniversary of their wedding، الذكرى السنوية لعيد زواجهم يعني. طبعا memorial ذكرى طبعا memorial اللي هو نصب تذكاري memory ذاكرة طبعا reminding ذاكرة. There is a hole in the roof في فتحة في السقف يعني which طبعا قلنا needs to be looked at، محتاجة تبص عليها needs to be أو needs يجمع energy يعني. Scientists think that tourism السياحة in space الفضاء is now available متاحة يعني for wealthy people. Agriculture طبعا زراعة science العلوم exploration استكشاف. Hurry up the gates طبعا will be locked، وحدة تنفع will be تصرف تالت at 9 o'clock قبل الساعة 9 يعني سوف تقفل يعني. Doctors didn't seem very hopeful متفائلين يعني about the man's injury إصابة الراجل دوت as it's serious لأنها خطيرة يعني. طبين في المؤلم باور في القوي فير في المخيف. Who is this miss تحت مع passive هنا being made by، الوحيدة اللي تنفع بارت verb to be تصريف تالت في شغلها أصلا يتعامل بس مين الفوضى ديت يعني. مالتي ناشونال كامبانيز الشركات المالتي ناشونال يعني او الدولية يعني ار جاينت كامبانيز عبارة عن شركات ضخمة جدا with branches فروع in many countries في دول كتير جدا. اسمول صغير طبعا ترانسبورت مواصلات سبيس طبعا فضاء يعني. اتس جريت ريسك مخاطرة كبيرة يعني وين استرونوتس دو طبعا دو سبيس ووك ماشي فضاء يعني even it's minutes along حتى لو دقائق طويلة يعني. تمام experts خبراء believe that space exploration استكشاف الفضاء is vital for our future life في حياتنا المستقبلية. ده زمان من أسهل الدروس اللي اتقالت في منها كل الدرس ده يا جماعة. أرجو أكون فهمت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.